أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الثانية أو الفرد الثاني للدورة الأولى بالنسبة للمستوى السادس، هنشوف نموذج للفرد الثاني الدورة الأولى بالنسبة لمادة الاجتماعيات، يعني المراقبة المستمرة رقم 2 الدورة الأولى مادة الاجتماعيات للمستوى السادس. النموذج على شكل PDF على القاف في الوصف. إذا خدموا مكون التاريخ عليه 10 نقاط، ومبداو بالسؤال الأول. أعرف تعريف الأدارسة، لأن التعريف ما عندكم شي في الكتاب، ولكن نتوما انطلاقا من شي اللي قريتو غتعملو واحد التخطيط شنو هما الأدارسة. إذا نكتبو واحد التعريف مبسط، هي أول دولة علوية، هي أول دولة علوية قامت إذا في التاريخ الإسلامي، هي أول دولة علوية تقوم في التاريخ الإسلامي، أو يعني كذلك هاشمية علي بن أبي طالب إلى آخره. إذا هاشمية تقوم في التاريخ الإسلامي، تقوم في التاريخ الإسلامي، وتعود تسميتها إلى مؤسسها إدريس الأول، إدريس الأول. إذن بالنسبة لإدريس الأول الذي هرب من ماذا؟ الذي هرب إلى المغرب الأقصى بعيدا عن أيدي العباسيين، وكانت عاصمة الأدارسة هي فاس. إذا تلخيص مبسط للأداء أدارسة. إذا هي أول دولة علوية هاشمية تقوم في التاريخ الإسلامي، وتعود تسميتها إلى إدريس الأول الذي هرب إلى المغرب الأقصى بعيدا عن أيدي العباسيين، وكانت عاصمة أدارسة هي فاس. انتقل للسؤال الثاني، أجب بصحيح أو خطأ. إذا نقرأ الجملة ونأكد المعلومة صحيحة ولا خطأ. اعتنق الأمازيغ معتقدات كثيرة، نعم صحيح، كانوا يؤمنون بالوثنية، يعني عبدوا آلهة كثيرة إلى آخره. إذن صحيح، إذن كتبوا صحيح. إذن عم شو دابا، أسس الأمازيغ مدنا في جنوب المغرب، خطأ. إذن كانوا في الكسوس إلى آخره، في الشمال إلى آخره. إذن هنا خطأ. إذن انتقلوا للجملة الثالثة، دخل إدريس الأول المغرب سنة 193 هجرية، خطأ. إذا في هذيك السنة 193 هجرية كان هو توفى، إذا هنا خطأ، هنا نكتبو خطأ. إذا نمشيو الجملة الرابعة، تعتبر فاس عاصمة الدولة الإدريسية، صحيح، إذا نكتبو هنا صحيح، نعم. إذا سلينا السؤال الثاني، ننتقلو السؤال الثالث. ألاحظ الصورة ثم أجيب على الأسئلة. إذا هنا كيبان لك تصميم فاس في عهد الأدارسة، وأن كاين عدوتين، عدوة القرويين وعدوة الأندلس، وكاين بزاف المعالم في العدوتين. إذا غنجاوب على الأسئلة. أسمي العدوتين الموجودتين مدينة فاس. إذا كاين عدوة القرويين وعدوة الأندلس. إذا نكتبو عدوة الأندلس. إذا عندنا عدوة الأندلس وعدوة القرويين. إذا نكتبو القرويين. إذا عدوة الأندلس وعدوة القرويين. إذا بالنسبة أذكر بعض المعالم التي أسسها الأدارسة بفاس. كاين بزاف، جامع الأشراف كما كتشوفوا، كاين كذلك جامع الأشياخ، كاين كذلك جامع الأشراف، جامع الأشياخ. نعطيكم كاين بزاف المعالم اللي أسسوها في مدينة فاس بالنسبة للأدارسة. إذا نكتبوا بعض المعالم، كاين مسجد الشرفاء، كاين كذلك مسجد الأشياخ،
كاين كذلك الأشراف، جامع القرويين، إذا نكتب جامع القرويين، جامع القرويين أهم علامة تاريخية بالنسبة مدينة فاس، إذا جامع القرويين. كاين كذلك بالنسبة كاين كذلك جامع الأشياخ كما مذكور، إذا نقولوا مسجد الأشياخ ولا جامع الأشياخ، جامع الأشياخ. كاين كذلك ممكن نكتبوا جامع الأشراف أو كيتسمى مسجد الشرفاء أو جامع الأشراف، ممكن نكتبوا كذلك مسجد الشرفاء أو يسمى جامع الأشراف مسجد الشرفاء. إذا نكتفي ثلاثة معلومات كافيين. إذا هنايا كاين كتبنا ثلاث معلومات كافية. إذا غنمشيو دابا السؤال الرابع. السؤال الرابع: اذكر بعض الأنشطة الاقتصادية التي كان يمارسها الأمازيغ في المغرب في العصر القديم. يعني مارسوا الصيد البحري، البري، الزراعة، تربية المواشي، صناعة المعادن والقذف. إذا نكتب الأنشطة مباشرة. إذا عندنا الصيد البري والبحري، إذا الصيد البري والبحري، الصيد البري والبحري. نزيدو أمثلة أخرى. إذا مارس هنا الصيد البري والبحري. كاين كذلك بالنسبة كذلك الزراعة، الزراعة وتربية الماشية، الزراعة وتربية الماشية، وتربية الماشية، وتربية الماشية. كذلك صناعة المعادن والخزف، صناعة المعادن والخزف، صناعة المعادن والخزف، صناعة المعادن والخزف، صناعة المعادن والخزف. إذا بالنسبة هذوما الأنشطة كتبناهم، إذا الصيد البري والبحري، الزراعة، تربية الماشية، صناعة المعادن والخزف. إذا بهذا نكون سالينا التصحيح ديال هذا النموذج. نتمنى أن تنفسكم. شكرا وإلى اللقاء.